يا صباح الخير يا علوية، او مساء الخير. زي ما انتوا شايفين النينجا ابو علي ماسك خشبه. يب الخشبه دي يا شباب احنا هنبدا بيها كنينجا عادي جدا، لكن المفروض ان احنا هنبقى نينجا اقوياء، والخشبه دي هتكون سيف خارق. ابو علي انا اللي اقوى نينجا. انت مش اقوى نينجا يا حبيبي، الخشبه بتاعتي مش من شجره كبيره. الخشبه بتاعتك مش شجره كبيره، النصب اللي انت فيه ده كلنا نفس الخشبه. ابو علي الخشبه بتاعتي اطول. انت كمان يا زعبله بقيت نصب وكذاب. الواد بيقول لي انت اقوى من الحركات، طبعا دي صحيح، انا المفروض اقوى من الحركات. انت اقوى من شكوى يا حبيبي. اوكي دلوقتي يا شباب احنا هنشوف اللعبه مع بعض عباره عن ايه. عباره عن ان احنا نينجا بنطور نفسنا. اول حاجه طبعا نقدر نطور العصايه. العصايه دي بصوا زي ما انتم شايفين في سيوف وفي حاجات بس بفلوس. اوكي بعد كده بصوا فيها هنا السوبر جامب الابيليتي، نقدر نغير الابيليتي، وكمان بصوا في لون بيمشي ورانا احمر وحاجات كتير، يعني هنقدر نعمل حاجات كتير جدا. في اول حاجه هنا بصوا عجله حظ، تعالوا كده نعمل معايا اتنين عجله حظ. ليتس جو، يا رب يطلع لي حاجه مفيده. طلع لي بص الشادو. اوكي اللي هو ده يا شباب اللون الاسود، هنيجي هنا ونروح جايين عاملينه فين الشادو اهو يا شباب، هو ده. هنيجي هنا كده ونروح لابسينه، هو ده طبعا. اهو بصوا بقيت باللون الاسود. ليتس جو، بس ما كانش في لون تاني غير اسود، بس مش مشكله. اللون الاسود في النينجا بيدل على ان انت نينجا جامد. انت هو مش اجمد يا حبيبي؟ اجمد يا فرخه. لا 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 انا الاجمد. وعلي واحده، تعالى كده انا معايا واحده تاني. ليتس جو، يا رب يطلع لي حاجه مفيده دلوقتي. ايه ده طلع لي بوست جامب. ثانيه كده يا شباب بصوا النطه بتاعتي وانا زعبان ادوس كده على اللي بينط. ثانيه كده انا عايز يا شباب البص الجامب بتاعي فين؟ بنط مرتين. اوه بص اهو معايا 14 دقيقه بوست جامب. طيب دلوقتي بقى يا عيال تعالوا كده عشان نسابق ونشوف. ليتس جو، هنيجي هنا طبعا. يلا يا عيال تعالوا، يلا فرخه. طب يلا 1 2 3 يلا زعبول. ليتس جو. بص يا شباب طبعا لازم ناخد فلوس، عشان الفلوس دي اوه انا بضربها اصلا بالسيف بتاعي يا شباب، مش بالسيف بالعصايه يعني. كان فهمت دلوقتي السوبر جامب يا شباب. السوبر جامب عندي بصوا قوي او اكبر، عشان انا بصوا معايا الترياج ده اللي هو طلع لي من عجله الحظ، شايفينه اللي هو موجود فوق ده. اوه يا لهوي، ثانيه ونيجي هنا كمان. طب احنا ممكن ننط كده على المسافه اللي بعدها. اهو بصوا يا شباب النط عندي قويه. ثانيه انا خدت الشيك بوينت. اه بتتاخد، معناها مش لازم نلمس البتاع الحمراء، هنمشي كده على طول. اهو بصوا هننط من فوقيها، هي هتتاخد اول ما بنيجي بس عندها كده فوق بناخدها. طيب الفلوس اللي احنا بناخدها دي يا شباب هنعمل بيها ايه؟ بنقدر نطور بيها السيف، يعني مثلا لو جينا هنا كده عند السيف بتاعي، السيف بتاع الخشب العاديه، لكن هنا بصوا السيف ده ب 500. اوكي احاول ان انا اجيبه. وكمان بصوا عندنا عوالم ثانيه يا شباب، لو جينا دوسنا هنا في بصوا اول عالم اللي هو اللوبي اللي احنا فيه، بعد كده في بصوا التلج، بعد كده في عالم الايس، يعني انتوا شايفين يا شباب المكان بيختلف. وهنا بصوا اللافا، بعد كده البحر، بعد كده القلعه الكاسل، اوكي بعد كده الكاندي اللي هو الحلاوه والحاجات دي. واو شويه عوالم جامده بصراحه، حابب ان احنا نشوفهم. يلا بينا زعبولا. 3000، احنا مش عارفين نجيب السيف ابو 500، نجيب ابو 3000. انت اهو بس بشبابكم يا حبيبي. يلا بسرعه عشان نسبق حركات. ليتس جو، احنا مقربين نفنش على فكره. احنا بصوا 73% من السباق. طيب يلا بينا بقى معلش عشان نخلص العالم اللي بعده. ليتس جو ليتس جو، تعالى كده احنا خلاص مقربين نخلص. وانا فرخه انت فين يا نو؟ يا لوي كنت هقع. انت اهو بس قدام. اوكي بصوا خدت ايه يا شباب؟ ليتس جو، الواد حركات فين؟ اهو قدام اهو انا شايفه. اوكي اوكي نيجي هنا. ليتس جو، اه وقعت بصوا يا شباب في الميه. بنروح نازلين في اخر مكان احنا واخدين فيه تشيك بوينت. اوكي يعني جينا تاني. بصوا يا شباب رحنا فين؟ وادي زعبول رحنا على التلج، وفعلا اللي هو العالم التاني يا شباب. ليتس جو. ابو علي انا شايف ورا وراك. الواد زعبول ورايا بالظبط اهو. الواد القرد حركاته هو بص لقدام. استنى فرخه، انت اهو مش سامع مش جاي مد ولا يا عم؟ مش ده مش كله تلج؟ العالم ده كله تلج. يلا وادي زعبول بص فنشنا يا شباب. ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ ثانيه، اه دي بصوا الحاجات اللي هي بروبوكس وكده. اوكي اوكي تعالى زعبول يلا بقى عشان نروح على العالم التاني بسرعه. ناخد هنا تشيك بوينت. ازيك يا سنوبان؟ بص سنوبان يا شباب موجود هنا. اوكي بسرعه بسرعه ناخد التشيك بوينت. يبي بصوا يا شباب التل، انا شايف يا شباب العالم بصوا بتاع اللافا تقريبا. وانت واقف في البلكونه؟ بلكونه مش بلكونه يا ابني، بس انا واقف هنا. يلا بينا يلا يا زعبول. واقف في البلكونه عيل غبي صحيح. انت ابو مش تعمل شبشا ابو مش ست مش عامل تاني حركات يا فرخه يا نوب انت. يا واد استنى بصوا حركات النوبه هنا، شايفه يا شباب بيتنطط قدام. وانا على التانيه. اوكي يلا طيب يا زعبول اسرع. بصوا دلوقتي معانا كام يا شباب فلوس؟ معانا 273. المفروض ان احنا واحنا بننط كده بصوا بناخد كل الفلوس اهو، شايفين انا بضرب بالعصايه كده بجمع الفلوس اهو، شايفين المفروض ان العصايه دي هي اللي بتجمع لي كل حاجه، بس انا عايز اغير بقى العصايه اخليها السيف، عشان السيف طبعا يا شباب هيدينا فلوس كتيره يعني، وهيكون اسرع برضه وهيكون شكله حلو، فاحنا عايزين نجمعه بسرعه. وادي يا فرخه انت اهو مش حبيك البطء دهوت. البطء دهوت انت وقت مش استنى، المفروض تستنى ابو علي كده لما يجي بعد كده يقول لك ينفع تمشي ولا لا. انت اهو مش نينجا مش اقوى. اقوى ما ينفعش اضربه يا شباب الواد ده، عايز اضربه. اوه انا معايا القوه الخارقه. ثانيه
هي الكوع الخارقة بتاعت الكيو دي بتعمل ايه؟ عايزين نجربها كده يا شباب. بصوا انا هنط بيها كده، دوس كيو. اوه بتدينا النطة يعني؟ مش اه بتدينا داش، فهمت. وادي زعبولة لما تلاقي نفسك هتقع هتدوس كيو. بتديك بص دفعة لقدام يعني. بصوا يا شباب اهو هوريكوا، انا مثلا هقع في المية، لا هدوس كده كيو، شفتوا؟ رحت على البتاع على طول، ليتس جو، جامدة جدا. طب يلا بقى عشان نفنش العالم بتاع التلج ده كمان، عشان نروح للي بعده يا شباب، هو عالم الايس. يعني احنا بص اصلا في عالم التلج، لا هنروح للايس بقى اللي هو عالم خلاص التلج المتلج. عارفين يعني تلج متلج؟ انت مش الكلام ده قوي، يعني مش تلج متلج؟ يعني ايه تلج؟ لا ما انا بصراحة ما اعرفش، لو انت تعرف يعني ايه تلج متلج قول لي. ايوه برافو، سقف الواد زعبوله هو الحل الصح. ايه ودي الكلام ده؟ مش الكلام ده، مش غلط ولا بس فرق. انا وقعت مع حركات والله، خبطت في الشجره يا شباب، او خبطت في الشجره رحنا وقعين نفس الكلام. اوكي يعني جينا بسرعه، سنومان بص موجود في المكان كله. اوكي رحنا، اوه ده العالم ده مش بتاع التلج. ايه ده يا شباب؟ بصوا جينا عند الاهرامات. طب علي استنى معانا، عايز ادخل معاكم الاهرام عشان لو لينا تروز ناخدها مع بعض. اوكي انا هستنى هنا. انا ينفع اغير دلوقتي السيف؟ السيف بكام يا شباب؟ اللي بعده السيف ب 500، لسه ناقص لي حبه عشان اقدر اغير السيف. ليتس جو. بص الهرم، ما ينفعش انط كده تحت يا شباب كده وراح اكتشف الهرم. اي مش هلمس الارض، انا اقف هنا. اوه ينفع نقف هنا. ليتس جو يا ابو علي يا جامد يا اللي تخترع. بص اختراعات جديده، بص العاد طبعا ماشيه فوق ما تعرفش الكلام ده. انا عايز اطلع على الهرم بقى. وات طلعت على الهرم يا عيال، بص عليا وادي حركتي فرقه. بص انا فين؟ انت مش رسام ولا ايه؟ اكيد مش بموت يا حبيبي، انا ما بموتش، انا بص على الهرم. ثانيه كده شوف عشان العيال تشوفني. اوه يا لهوي اوعى يا جامد، انا الوحيد اللي بصوا جرب الحركه دي، وقفت على الهرم. ثانيه نقف لهم هنا كده، ارس لهم راسك كده ابو علي. اهو هم مش شايفين الواد، بص كل اللي بيجي بيسابق على طول. ابو علي انت فين؟ انا مش لاقيك. الواد زعبوله بصوا فين؟ هناك اهو نمله. تعالى يا واد زعبوله نط هنا. ابو علي شفتك انت واقف فوق. زعبوله وقع. اوكي هوريك يا زعبوله تعمل ايه؟ نط على البتاعه دي او اللي هي دي. تعالى هنا يا ابني، انزل في الحته دي يا زعبولة. لو بسرعه فين يا شباب يا واد؟ تعالى هنا. تعالى يا معلم انا جاي اهو. اوكي بص زعبولة جاي، اطلع بقى هنا كده على الهرم يبي. بص يا زعبولة احنا اصحاب الهرم. انت يا بص مش ليك ولا ايه؟ حركات الفرخه النوب. تعالى زعبولة كده في الاهرامات الثانيه، نروح نمشي قدام. اهو النوب اهو، حركات اطلع واد حركات. اه بيك اقول لك ما كنتش عارف اشوفها، بص انت مش عارف. اوكي بص طلعنا على الهرم، بس المفروض يا شباب اللي يعمل كده بقى يلاقي كنز. طب ثواني وادي زعبولة، في فكرة حلوة ممكن نعملها. مش احنا كنا واقفين في هنا اللي هي أول تشيك بوينت؟ احنا ممكن نعمل إيه بقى؟ بدل ما نمشي الطريق ده كله، ممكن نيجي كده ونختصر الطريق، هنشوف هتنفع ولا لأ يا شباب. أنا هنط فين؟ هنط على حاجة. ثانية، الواد حركة بصوا راح هناك القرد. أنا عايز أنط فين؟ أوه عايز أنط هنا كده يا شباب. يا زعبولة حاسب. أبو علي ضربة بص مش هتنفع. أوكي لا لا يا شباب بوت. اوكي دلوقتي بص يا شباب رجعت فين؟ رجعت هنا عشان انا دي اخر تشيك بوينت واخدها. طيب انا هحاول ان انا اروح تاني ونغير المكان، يعني عايز اروح اختصر الطريق. بص ركزوا معايا، انا طبعا لو بلعب دلوقتي كان زماني مخلص المشوار بتاعي او السباق، بس مش مشكله، احنا اهم حاجه نجرب نخترع حاجات جديده طبعا. اوكي نقف هنا وبعد كده نقف هنا كده على الطوبه دي. اوه طب تعالوا كده نجربها من فوق، هنقف هنا. اوه يا لوي انا وقعت. وادي زعبولة نط كده ودوس كيو. ايوه لا بعيده انت يا مش ولا مش بعملها يا حبيبي. حركات الفرخة عملها ازاي؟ اعمل كده حركات. اوه ايه ده؟ ده بص راح فين؟ ثواني كده يا شباب نجربها تاني. اوكي بصوا في حاجه غلط، النطه مش بتوصلني. تعالى وادي زعبولة كمل السباق بقى. خلاص يا كده يا شباب ايه مش ينفع ننط من هناك، بس انا كان نفسي اعملها بصراحه ان احنا ننط من هناك، هي صعبه شويه ان احنا نختار، وعلى فكره السباق سهل ان احنا نكمله يعني. فهنكمل كده عشان اصلا ناقص لي حاجات صغيره واجيب ال 500 جولد يا شباب ونجيب السيف بتاع النينجا. ليتس جو. الواد حركات بصوا اختصر الطريق القرد. هو انت يا حبيبي ابص معايا مش نطه قويه معاك نطه قويه فرخه. ثانيه كده يا شباب ممكن اجرب هنا بقى، ممكن نعمل ايه؟ نط كده ايوه ننزل على البتاع دي. صعب يا شباب. طيب نيجي من ورا من هنا كده ونروح هنا. اوه يلا لا طب انا ايه اللي يخليني نط هنا؟ ما انا ممكن اروح على الهرم بسرعه كده يا شباب. اوه بصوا كنت اموت يا لوي، كنت البس الارض. رحت على الهرم ليتس جو. ممكن نروح دلوقتي على التشيك بوينت اللي بعدها. نط كده بعلي ثانيه اعمل كده ايوه يبي ناخد شيك. اوه خدت التشيك بوينت فعلا. ركزوا يا شباب مش محتاج ان انا العب السباق. وادي يا زعبول اعمل زي انا بعمل. علي عملتها ازاي؟ نطيت على البتاع اللي بعده على طول. اوكي احنا ممكن ننط هنا كده على الحجر ده، انزل كده. اوه الحجر ما بيتوقفش عليه، بس انتوا عارفين اصلا الاختصار بتاع الطريق مش حلو لان مش هيدينا فلوس، واحنا محتاجين فلوس عشان نغير السيب بتاعنا. وادي يا زعبول تعالى كده. ابو علي جمعتكم شويه ولا لسه؟ لسه ناقص لي بص. اه جمعتها. نقدر نجيب دلوقتي يا شباب بقى السيف. ليتس جو دوس هنا كده وهنجيب بقى السيف اللي هو ب 500. بصوا السيف ده جامد يا شباب، بس ب 1500. فاحنا هنجيب بقى ده
اوكي نلبسه طبعا. بص بقى شكل السيف بتاعي اهو. ايه ده يا لهوي، ادوا لي سيف صغير، قطعوا لي السيف يا شباب، ادوا له. بصوا السيف قد ايه، صغنون خالص. ابو علي احسن من الخشبه. اه والله هو احسن من الخشبه، بس مش مشكله بقى، هنكمل بقى نحاول نجمع تاني ونجيب سيف اقوى ونخلص بقى العالم بتاع الاهرامات ده، نشوف العالم اللي بعده. ليتس جو، احنا 22% من العالم. انت ما تسفناش يا حبيبي. حركات الفرخه يا شباب طبعا عشان اختصر الطريق الواد، فكسب. ليتس جو بسرعه. ابو علي انا عايز احوش اجيب السيف اللي هو الطويل ده ابو 3000. 3000؟ ده انت معاك ربنا بقى زعب بقول. انا حوشت 500 بالعافيه. ليتس جو بسرعه، فنشنا العالم. دلوقتي احنا فين يا شباب؟ في العالم اللي بعده. العالم اللي بعده عباره عن ايه؟ وادي فرخه. والعالم ده عباره عن ايه؟ انت ما شاء الله لسه ما اكتشفتوش. لسه ما اكتشفتوش. طيب نيجي هنا كده، اوه احنا في كهف يا شباب. اه عالم اللافا، ليتس جو. ده عالم اللافا اللي انا شفته. بص يا شباب احنا لو جينا هنا كده عند وورلد هنشوف. بص احنا في اللافا زون، احنا فنشنا طبعا الاربع عوالم دول، احنا في الرابع اللي هو اللافا ده، هنفنشه هو كمان ونشوف العالم اللي بعده. ابو علي المفروض بقى العالم اللافا بتاع اللافا ده يبقى فيه فلوس كتيره، عشان اللي هيعبط هيتشوف في الدار. المفروض بقى لما تتشوف في الدار يدولك فلوس كتيره والله، امال هتعذب ببلاش. المفروض بقى يا زعبول عشان لما يبقى عذبوك يدولك فلوس اكتر يعني. اوه بص يا شباب دلوقتي معايا كام؟ معايا 130. هل هنقدر نحوش ان احنا نجيب السيف اللي بعده ب 1500؟ مش عارف بصراحه، الفلوس اللي بناخدها قليله بالنسبه للاسعار. المفروض دلوقتي مثلا يكون معانا 1000 ولا حاجه، بدل ما معانا كده 150. اعتقد ان احنا هنبقى صعب ان احنا نحوش نجيب السيف الثاني. اوكي يلا بسرعه كده، ليتس جو. ناخد التشيك بوينت. ايوه يب. هو فين الواد حركات الفرخه؟ الواد كان معانا. هو علي مسابقنا اصلا. مسابقنا الواد كان معانا والله. حركات يا قرد، انت يا شواكو اهو. بص واقف ورا هناك اهو. يلا تعالى يا واد، ليتس جو. عايزين نشوف العالم اللي بعده. ابو علي العالم اللي بعده القلعه. قلعه ايوه، ممكن القلعه بقى دي يا شباب اللي احنا نلاقي فيها فلوس وتدينا فلوس اكتر. ليتس جو تعالوا كده اما نجرب. انا عايز انط بقى ايه اختصار كده على اللي بعدها. ايوه بسرعه. اوه كنت اقع كنت اقع. نط على اللي بعدها يابي. بص يا شباب انا بختصر دلوقتي سباق. هل نقدر نروح للي هناك؟ هتبقى صعبه. نعمل كده يب، رحت اهو. لما احنا بنطير فوق خالص ما ينفعش اخد الجولد، لكن لما بنكون قريبين من الجولد بناخده عادي. بصوا اهو ما قدرتش اخدها، شايفين الجولد ده اللي ورا دي ما خدتهاش. كده يا شباب نكون فنشنا عالم اللافا. ليتس جو. نيجي هنا اهو كده فنشنا السباق. بصوا طبعا هنا في ايه يا شباب؟ بيقول لي تقدر تخلي شكل النينجا بتاعك ده، بس مش محتاجه يعني، احنا كده فنشنا السباق. نروح كده في العالم التاني. اوه عالم القلعه يا شباب هو ده تقريبا. ثانيه ندوس هنا كده. اه ده عالم البحر اللي هو الاوشن، هو طبعا ده عالم المحيط يا شباب. بصوا فيه انا حتى اخطبوط وحاجات. ليتس جو. ابو علي تعالى بص ننزل المايه. ثانيه والله ننزل كده، تعالى يلا بينا. رحت على ايه؟ بصوا يا شباب رحت يا لوي اخطبوط يا شباب. لا 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 بخاف من الاخطبوط. وات بصوا جيت فين؟ اختصار وادي حركتي فرخه. تعالى هنا يا نو. انت اهو مش انت فين؟ هبص في المايه يا لهوي. انا عايز اروح يا شباب الناحيه الثانيه كده عند البتاعه دي. اوه لا وقعت في المايه. طب احنا نمشي من هنا كده، عايز انزل المايه تاني يا شباب عشان اكتشف هل ينفع مثلا ان احنا نختصر الطريق من المايه. اوكي بسرعه، بس ما فيش اي حاجه في المايه كتير يعني ان احنا ندوس عليها. تقريبا هنا في هنا غواصه اهي باللون الاصفر، نيجي عليها نروح على اللي بعدها كده يب. بعد كده ننط هنا نطلع كده بعلي يب. بص اختصرت الطريق بدل ما امشي المسافه دي كلها، اختصرت الطريق. لازم خدت كمان تشيك بوينت. يا سلام بسرعه، احسن حاجه اختصار الطريق ده يا شباب، خصوصا من البحر وكده. اوكي احنا ممكن دلوقتي نختصر الطريق برضو من هنا، بس مش محتاجه يعني لان هو الطريق قدامنا على طول. اطلع كده وادي فرقه، اختصرت الطريق والله من الميه. انت اهو مش قدامك يا حبيبي. اوكي حركات النوب قدام ومش عايز اقع. احنا تقريبا كده يا شباب خلاص هنفنش السباق اهو. اوكي دي اخر مرحله خلاص اللي هو التشيك بوينت الاخيره اللي هناك دي. بسرعه بسرعه وادي زعبول يلا تعالى. انت اهو مش اخطبوط مش احمريكا. اخطبوط احمريكا؟ فين ده الاخطبوط الاحمريك؟ اه هم اللي بيتنططوا هناك دل... هو ده اخطبوط احمريك؟ ده بامبا يا ابني. بصوا واقفين ورا يا شباب، ده لون بامبا. تعالوا يلا. اوكي بسرعه ليتس جو. عديت ورحت العالم القلعه. اوكي الحقوا يا شباب. اوه ما كانش راضي ياخد التشيك بوينت، بيقول انت فنشت 81% بس من السباق وعلي نص. بصوا كاتبين لي 81%. ده بيعد في السباق الثاني، الحقوا. بيقول لي انت كده مفنش كام؟ 82. طب لما اخد التشيك بوينت هيقول لي 83. اوكي حسب لي السباق ده في السباق الثاني، يعني ما حسبليش ان انا كده كسبت هناك، هو جابني هنا فعلا في العالم ده بس انا كده ما كسبتش. طب ثواني، اما يجيب 100% بقى ايه اللي هيحصل؟ هنشوف يا شباب. خلينا كده نجيب 100%. ايه ده المقاتل ده؟ اه صح ما احنا في القلعه، في هنا مقاتلين بقى وحاجات كده حراس القلعه. طيب انا هاجي اقف هنا كده واختصر برضو الطريق ده، ده انا اجنن اللعب. احاول طبعا يا شباب ان انا
هنط كده. ايوه ونروح. بص بقى انا هختصر الطريق، اما اشوف دلوقتي السباق هيكتب لي كام في الميه. ما ينفعش نروح هنا. بص يا شباب دلوقتي 95% من السباق لازم الواد حركات الفرقه قدام اهو. عايز اشوف لما اجيب 100% هيحسب ايه. يعني انا دلوقتي اصلا لان هو كان بيعد من السباق القديم، انا عشان عملت طبعا اختصار للطريق فحسب لي السباق القديم في الجديد. ليتس جو. لا لا هيحسب لي 100 في اهو 100%. بص دلوقتي بقى يحسب لي واحد اول ما اخد التشيك بوينت. يا نهار زادي انا فكرت اللعبه والله. المفروض كل سباق لوحده. انا كده بص يا شباب عملت ايه. اوكي مش مشكله، هو اصلا كده كده البتاع ده بتاع المستوى يعني. ليتس جو بسرعه، انا فاضل لي حاجات بسيطه واجيب المستوى اللي هو الماستر. يا سلام بسرعه ليتس جو. دلوقتي يا شباب احنا رحنا للعالم اللي بعد اللي هو القلعه، مش عارف اسمه ايه، هنشوفه دلوقتي. اوكي اللي هو الكاندي اللي هو كل حاجه بقى باللون البينك حلاوه وكده. بصوا اهو. طب بصوا يا شباب انا هوقف بقى الحلقه لحد هنا. لو عجبتكم الحلقه لايك واشترك في القناه. ثانيه كده نحاول بصوا يا شباب ان احنا نروح على الحلاوه الكاندي دي. اوكي اطلع كده بعلي عزمت فوق. ايوه وهحاول ان انا اروح هناك. بوم ايوه ليتس جو. افنش السباق وانا واقف هناك. وبصوا في شوكولاته. مايكا في بسكوت ابو بندو وشوكولاته ابو بابا. شوكولاته بالبلبه انا شوفها شايفها. ايه ده حركه شاف شوكولاته بالبلبه ان هو هنا ولا هناك اهو ده بيحاول يجي. انت هو بتشكوى ولا ايه؟ حركات يا قرد. بصوا يا ولد استنى يا لو بس يا شباب وفي حلاوه وفي حاجات كتير. انت هو بتشكوى بتشكوى كلهم تاكلهم كلهم. مش هتديني حته يعني؟ مش عارف والله. بصوا طب بما اننا بقى احنا الثلاثه واقفين هنا هنفنش بقى الشباب بقى في الحته دي. لو عجبتكم الحلقه لايك واشتركوا في القناه. انتوا كمان عايزين تلعبوا اللعبه هادي روح العبوها جربوها لكم. طب بقول لكم ايه؟ احنا هنعد الثلاثه واللي يروح عند الشوكولاته ولا ياكلها ماشي؟ تمام يا حبيبي. واحد ثلاثه يا نصاب. لا لا مش واحد لا وقعت في الميه. انت حركات ايه ده؟ هو انت وقعت معايا؟ انت مش واحد مسك ايدي واحد مسك انا مسكت ايدك عشان تقع فرخه. والله اللي راح ابص اسبقك واكل الشوكولاته.